تعاقدت مع مصلحة حكومية في تجارة وطلبوا مني أن أحضر لهم بلاطا يريدون به عمل حوض للسباحة ويسبح في هذا الحوض رجال ونساء، فهل هذا من الإعانة على الباطل؟ وما حكم الربح من هذه التجارة؟ إذا علمت أن هذا الحوض معد لهذا العمل اختلاط الرجال بالنساء هذا منكر ولا يجوز أن تتعاون معهم ولا تتعاقد معهم بهذا الشيء. نعم.